إذا أبت فعالية مدينة مكناس كعادتها باش تعبر على أولا الاعتزاز ديالها والافتخار ديالها بما يجري في المغرب من جملة الأشياء اللي كبيرة، حيت أن الاعتراف الأخير ديال أمريكا بالصحراء المغربية المظفرة وكذلك المبادرة الملكية السامية اللي جعلتنا يوما بعد يوم يزيد الافتخار ديالنا والاعتزاز ديالنا، باش ان شاء الله نحتفلوا بهذه المبادرات كلها الملكيه الساميه. واكثر من ذلك ان هذه الفعاليات الرياضيه والصحافيه والاجواق الفولكلوريه ديال مدينه مكناس المعروفه بعيساوة وكل شيء، باش يشاركوا ويكونوا يوم الذكرى 67 ذكرى تقديم الوثيقه ديال المطالبه بالاستقلال، باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في المعبر ديال الكركارات وفي الداخله وفي العيون، ويشاركوا الاقاليم الصحراويه المغربيه في الاحتفالات ديالها. اذا هنا بجميع الفعاليات نتاعنا، بجميع الناس نتاع مدينه مكناس كعادتهم، الا وغادي يحتفلوا وغادي يعبروا على البهجه ديالهم وعلى الافتخار ديالهم وعلى الاعتزاز ديالهم بهذا ما يتحقق من المغرب من ازدهار ونماء. وهي مناسبه باش نتقدموا بالشكر الجزيل للناس اللي صارين على الراحه ديالنا وصارين على السفر ديالنا للاقاليم الجنوبيه، اللي غادي تكون ان شاء الله مشاركه وازنه ديال مدينه مكناس كما قلت بالفعاليات ديالها كامل.